السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي معكم فضيلة الدكتور عادل العزاز، أهلا مرحبا يا دكتور. أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك، أسأل الله أن يبارك يرضى عنك ويحفظك جميعا يا رب عادل، جميع المشاهدين ويمتعك بالصحة الله والعافية، اللهم أمين يا رب العالمين. تكبيرة الإحرام، كيفية تكبيرة الإحرام في الصلاة شيخي كريم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا هي تكبيرة الإحرام تعتبر ركن من أركان الصلاة، ولا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكبيرها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلابد إذا دخل الصلاة أن يكبر تكبيرة الإحرام. وهذه التكبيرة لابد أن تكون باللفظ الوارد، وهو أن يقول الله أكبر. كثير من الناس ربما أخطأ في تلفظ بهذه التكبيرة، فطبعا العلماء يعني نبهوا أنه لا يجوز أن يأتي بلفظ آخر من أسماء الله عز وجل وصفاته، فإذا قال مثلا الله أجل الله أعلم، هذا كله لا يجزئ، وكذا كأنه لم يكبر. حتى لو قال الله الأكبر، لكن لابد أن يقول الله أكبر كما ورد في ذلك النصوص والأحاديث في ذلك. البعض ربما كما قلت يخطئ، فالبعض ينطق الكلمة مثلا الله وأكبر، يحط واو، يحط واو، أو يحول الكاف جيم، أو الله أجل. دي من الأخطاء دي كلها يقع فيها الناس، لابد أن يقول الله أكبر. ما فيش يا جماعة، فيش يهمس نوعه. الكاف شيخي، يعني المادة بتاعت الهاء هي مادة حركة واحدة، فيقول الله أكبر، مما يدل على أن الناس فعلا فاهمة أن في واو. أنه كثير من الناس نراهم يكتبون على الجدران وعلى أن يكتب واو، يكتب الله أكبر، وهذا خطأ. تقول الله أكبر، وكذلك ما ينفعش تمد الباء، الله أكبر، هذا خطأ، لكن يا الله أكبر هذا هو النطق الصحيح لهذه الكلمة. أما البعض كما حضرتك تفضلت بيقول الله أكبر، فينطق الكاف جيم، وربما تقول لكن عنده، لكن لابد أن يصحح ويحاول أن يمرن لسانه ومخارجه حيث أن يقول هكذا. وده خطأ آخر شائع، وللأسف ده خطأ مهم جدا التنبيه عليه من جميع من يعلم أن ينبه من لا يعلم، أنه كثير من الناس عندما يكبر أو حتى عندما يقرأ الفاتحة لا تجده يحرك الشفتين، يعني تجده وهو كده نطق بالتكبير. هذا لم ينطق، إنما أجره على قلبه. لكن احنا لابد من النطق، والنطق هو تحرك، ان تتحرك الشفتان واللسان بالحروف. اما انه هو يطبق الشفتين ويطبق ولا يحرك اللسان، يبقى هذا لم ينطق بالحرف. كذلك يفعلون هذا الكلام للاسف الشديد في بعض الناس، ربما صلت الصلاه كلها بهذه الصوره، الفاتحه لا يحرك اللسان ولا يحرك الشفتين، الصوره، التشهد، التكبيرات، هذه الصلاة لا تصح، لأنه كده لم يأتي بالقراءة. نواصل بعد هذا الاتصال. أم حفص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك لك يا رب. ويبارك عمرك يا أستاذ أحمد. أنا ليا بس كان سؤال بس ما تقفلش، ربنا يبارك لك، معلش. حضرتك أول سؤال، أنا عاملة طبخة على الفيس، يعني أنا بسجل أي برنامج على قناة الرحمة وقناة الندى وبكتبه يعني كتابة. ماشي حضرتك؟
في ناس يعني بتبعت يعني فيديوهات يعني مش كويسه وحاجات مش كويسه وكده، فانا بعمل لها خلط، بس قبل ما بعمل خلط بعلن عنها، بنزل بوست اقول الصفحه دي محدش يقبل له، واللي عندها تحذرها. فراحت واحده قالت كذا مره يعني اعمل كده، فواحده قالت لي انت كده ايه بتنشري الرذيله، قلت لها لا ده انا بحذر الناس منها عشان ايه بيبعتوا حاجات مش كويسه. قالت لي لا انت كده بتنشري الرذيله عشان في ناس بتحب الحاجات دي، وانت كده بتوريهم الصفحه دي. واحده ثانيه قالت لي انت بتذبحيهم، ناس المفروض تسافر، فربنا يبارك لك تجاوب عليا حاجه زي كده. والسؤال الثاني، واحده بتكتب دايما حاجات يعني فيها شبهه زي زواج المسيار، فبتقول مين مع زواج المسيار؟ ففي ناس بتسال هو ايه زواج المسيار؟ انا رديت قلت لها بلاش الاسئله اللي انت بتساليها، كلميهم في الدين احسن، ناس ابعدي عن الشبه، في ناس ما تعرفش. قلت لها زواج المسيار ده وزواج المتعه ده عند الشيعه مش في الاسلام، احنا ما نعرفش غير الزواج اللي هو ايه؟ اللي هو سنه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي احنا كلنا عارفينه. فانا عايز اعرف ربنا يبارك لك هو ايه زواج المسيار؟ طيب ماشي، ربنا يعزك يا رب. وإياك الله وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ محمد. نرفع الصوت ونوطي صوت التلفزيون، اتفضل. أستاذ محمد. السلام عليكم. أخ محمد. أشكرك على الاتصال. نعم شيخ كريم، نعود إلى تكبيرة الإحرام. نعم، الكيفية والصيغة وبعض الأخطاء التي يقع فيها بعضهم. فإحنا قلنا أن التكبيرة هذه ركن لابد الإنسان أن يأتي بها، ولابد أن يأتي بها كامنة وهو واقف من أول حرف لآخر حرف، يعني الله أكبر كلها وواقف. في بعض الناس عندما يدخل المسجد مثلا والإمام راكع ويريد أن يدرك الإمام في الركوع، لأنه يعني إذا أدرك الإمام في الركوع على قول الأئمة الأربعة فقد أدرك الصلاة، أدرك هذه الركعة، فهو لاستعجاله الله أكبر، فإذا به يعني ينزل على الركوع على طول، ينطق بعضها وواقف وبعضها في الركوع أو أثناء الحركة. يعني هو يهوي بالتكبير أثناء التكبير، هذا خطأ، لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام كاملة وواقف ويظل واقفا وينتهي كلها من أول حرف لغاية آخر حرف وهو واقف، يعني الله أكبر ثم يركع بعد ذلك، ثم الله أكبر ويركع. نعم نعم، فإذا جاء بها بعضها واقف بعضها غير واقف هذه لا تصح ولا تنعقد صلاته. كذلك إذا كان مأموم لا يكبر إلا بعد الإمام، وهذا عموما المأموم لا يفعل حركة إلا بعد أن ينتهي من الإمام، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر. في بعض الروايات كمان يؤكد فيها النبي عليه الصلاة والسلام قل ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في حديث البراء بن عازب قلنا إذا صلينا خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني إذا قال سمع الله لمن حمده والصحابة كلهم وقفوا خلفهم، عندما يهوي للسجود لا يتحرك أحد من الصف حتى ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من السجود، يعني يضع جبهته على الأرض ثم يتحرك المأموم. وهذا هو الذي يعني ينبغي أن يراعيه الناس. نحن طبعا هذه أخطاء شائعة كما قلت، أن نجد مجرد الإمام يقول بص ده المأموم تحرك وربما سبق الإمام. والإمام أحمد بن حنبل عندما دخل مسجد في بغداد ورأى الناس يسبقون الإمام قال هؤلاء لا صلاة لهم، وقال عبد الله بن عمر لما رأى الرجل يسبق إمامه قال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. فإن الاقتداء يقتدي أن يكون المأموم حركته بعد حركة الإمام ولا 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 يفعل ذلك. طبعا مع تكبيرة الإحرام يسن رفع اليدين، رفع اليدين، وجاء في ذلك أحاديث بعضها كيفية رفع اليدين إلى حزوة في بعض حزوة من كبيه وفي حيال أذنيه، يبقى دي الصورة أن يكون اليدين حيال أذنيه يعني في مستوى الودنين والأصابع ناحية القبلة والأصابع في اتجاه القبلة ممدودة غير مضمومة ولا مفتوحة ولا يرفع يديه الأعلى ولا بعض الناس يرفع إليها كذا فقط. هذه ممكن
لو انه في برد شديد والانسان يعني كلفت، هذا ثابت عن بعض الصحابه انه كانوا يرفعون ايديهم الى صدورهم، وكان ذلك في برد شديد في روايه ابو داود، وكان ذلك في برد شديد. لكن في الوضع الطبيعي ان طبعا دي كلها اخطاء، لكن لا تبطل الصلاه. لا ليه؟ تبطل الصلاه هذه اخطاء، لا، لكن لان هذه في الهيئات بس، دي هيئه هيئات. او يعني نقدر نقول سنن، ولكن طبعا الكمال احنا دايما نقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اراد اللي يعني ياخذ الثواب كاملا فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا عندما يرفع يديه يرفع اما حيال اذنيه واما حزم كميه في اتجاه القبله، والاصابع ممدوده غير مفرقه غير مضمومه، ثم يقول الله اكبر. ممكن يكون التكبير مع بدايه الرفع وينتهي مع نهايه الرفع، او اذا سبق احدهما الاخر برضه لا يضر. يعني ممكن يبدا الله ويقول الله اكبر يكون لسه ما رفعش يديه، لكن ينتهي مع انتهاء الايه كلمه التكبير. فهذا كله ما يتعلق باحكام تكبيره الاحرام. جزاك الله خيرا. امه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا اختنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخ ناصر معنا. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل. أيوة، كيف حالك يا شيخ؟ في نعم والله الحمد لله. كيف حالك يا شيخ عزاز؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. عندي سؤالين ثلاثة أسئلة إن شاء الله. تفضل يا أخي ناصر. تفضل. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لا في السحر. والآية الثانية: فإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. والآية الثانية: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دي الثلاثة إذا عارف تفسير يعني. طيب حاضر، جزاك الله خير. وياك والله. سلمنا الشيخ شعبان درويش، بارك الله فيك. سلمك الله وإياه من كل مكروه ومسوء فأمن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب، تكلمنا عن تكبيرة الإحرام، بقى الشيء والشيء يذكر، القيام. يعني هل القيام في حق المستطيع في الصلاة واجب أم مستحب؟ نعم، هو أيضا القيام ركن للمستطيع، ركن من أركان الصلاة بالنسبة لصلاة الفريضة. قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وفي الحديث عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: كانت بها بواسير فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فتبين من ذلك أنه يجب أن يصلي الإنسان صلاته قائما، ومعنى قائما أن يكون واقفا معتدلا غير منحني. والإنحناء البسيط لا يضر، لكن الإنحناء العلماء يقولون إذا انحنى بحيث أنه لو مد إيده لو مد يده و وصلت لركبته فهذا لا يقال له قيام، هذا يقال له ركوع، يبقى هذا مش واقف، هذا صلاته غير صحيحه. ويستحب طبعا في القيام، طبعا القيام في حد ذاته احنا قلنا ركن، لكن المستحبات بقى انه يقف معتدلا، انه يرمي ببصره الى موضع سجوده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقال عليه الصلاه والسلام اذا وقف في الصلاه رمى ببصره الى موضع سجوده، وان يقف يعني غير مفرق رجليه وغير ضممه، يعني ما يبقاش ضمم رجلين على بعض ولا هو فاتح رجليه، لكن يقف وقفه معتدله والقدمين ايضا في اتجاه القبله. يقف ايدي رجليه في اتجاه القبله، ويعني غالبا عشان يبقى واقف معتدل، لان الصحابه كانوا اذا وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم يترصون في الصف. النبي صلى الله عليه وسلم عمل براس الصف، وقال النعمان بن بشير: فكان احدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه. وهذه الصوره لا تتحقق الا اذا وقف الانسان فعلا على يعني رجليه على قد كتفه، يقف بحيث ان الثاني يقف بجانبه، لكن ان يفرق رجليه هيبقى الرجل بالقدم بالقدم صحيح، لكن الكتف ماشي بالكتف. اذا ضم رجليه هيبقى الكتف بالكتف، المنكب بالمنكب يعني، والقدم مش بالقدم. يبقى الوقفه الصحيحه عشان يبقى القدم بالقدم والمنكب بالمنكب انه يقف فعلا معتدل، وان تكون القدمين في صف
في نفس المستوى الكتفي. إذا لم يستطع، إذا لم يستطع من طبعا بالنسبة للي بيصلي نافلة يجوز له أن يصلي قاعدا حتى ولو كان قادرا على القيام، بنصف الأجر كان لا قادرا يأخذ نصف يعني. الأجر، لا يأخذ نصف الأجر بالنسبة للمصلي النافلة. إذا بيصلي نافلة وأراد أن يصلي قاعدا له ذلك، إن كان ما عنده، لم يكن عنده عذر. ما عندوش عذر، أنا أقول القادر على أن يقف، ولكنه أراد أن يصلي قاعدا فله في ذلك نصف الأجر. أما إن كان معذورا فسواء في الفريضة أو في النافلة فله الأجر كاملا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض الإنسان أو سافر كتب الله له ما كان يفعل وهو مقيم صحيح. فالمسافر والمريض إذا هذه يعني رحمة من الله عز وجل ورخصة من الله سبحانه وتعالى، إن ربنا يكتب له أجره كما لو كان صحيحا وكما لو كان مقيما. جزاك الله خيرا، نسأل الله القبول. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد، السلام عليكم يا أم محمد. السلام. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. أيوة معاك أمة الله. أمة الله، ما اتفضل. أيوة. يعني سيبونا حضرتك. على اللخبطة في الأسماء، اتفضل. أيوة. اتفضل. اتفضل. حضرتك أنا معايا 3 أولاد. والزوج الوقت ما بيقعدش في البيت، ما بينامش في البيت من سنة وشهرين. ليه مسافر؟ لا حضرتك موجود بس احنا عارفين هو بيبات في المسجد. سؤال ايه؟ السؤال حضرتك هو بقاله سنة وشهرين والتلات أولاد طبعا. السؤال حضرتك لو أنا طلبت الطلاق حرام؟ يعني هو هل غضبان أقدم يعني عليه؟ زعلان يعني؟ شيخنا بيقول لك هو زعلان غضبان، ليه بينام في المسجد؟ ولا غضبان ولا زعلان، هو بيدينا المصاريف وبيستقطع جزء من الفلوس حضرتك من بس بيجي يتغدى معانا. طب انت ليه ما كلمتوش قبل ما تفكرين في الطلاق كده؟ ما ينفعش. انا لسه ما طلبتش بس انا خايفه، هل اقسم ولا ايه؟ طيب طبعا لو انت شايفه ان ده ضرر عليكي ان هو بينام في المسجد ولا ينام في ضرر البيت. عليا حضرتك الثلاث اولاد مش قادره عليهم، 16 و15 و13 سنه. حاضر، في امان الله. أنا اتصل تاني يا أستاذنا، أستاذ عبد الرحمن. طيب حاضر. نعم شيخي الحبيب، متعكم الله بالصحة والعافية. الفاتحة في الصلاة حكمها إيه؟ الفاتحة طبعا دي آكد الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيجب قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة سواء كان صلاة فريضة أو نافلة، والمصلي سواء كان إمام أو منفرد وسواء كان مسافر أو إلى آخره. يعني هو بس الخلاف في المأموم بالنسبة للصلاة الجهرية. جمهور العلماء يرون، أو أكثر العلماء كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله، على أيضا أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهنا حصل خلاف بين العلماء بسبب أن هناك حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا، مع قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فبعض العلماء يقولون إن هذا الأمر مخصوص بالفاتحة، يعني ينصت في القراءة لكن الفاتحة لابد أن يقرأها. ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو يصلي يعني انتهى من صلاته قال أيكم كان ينازعني القرآن، يعني في رجل جهر بالقراءة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، قال أيكم كان ينازعني القرآن، فقال رجل أنا، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب. وكان ذلك في صلاة الصبح، فدل ذلك على أن الصلاة الجهرية المأموم يقرأها حتى لو كانت فيها منازعة الإمام. فإن كان الإمام سكتات فهذا حسن، يبقى دي فرصة للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام، وإن لم يكن له سكتات، لأن طبعا هنا هل هناك خلاف أيضا بين العلماء، هل هناك سكتة بين الفاتحة وقراءة السورة؟ وسبب الخلاف إنه هذه السكتة الثالثة
طبعا في سكته في الاول لا يقرا فيها دعاء الاستفتاح، وسكته في اخر القراءه اللي هو ينتهي من القراءه قبل الركوع، يعني يرد فيها نفسه. لكن الخلاف في السكته اللي بين قراءه الفاتحه وبين السوره، فمن صحح الحديث كائمه الشافعيه النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث سكتات، يرون ان هناك في سكته ايضا يترك الماموم الامام للماموم يقرا فيها الفاتحه. ومن يضعف الحديث، لانه يقولون هذا من روايه الحسن عن سمره، ويقولون لم يصح في روايه الحسن عن سمره الا حديث العقيقه فقط، فيقول ليس هناك سكته. وده اللي ايده الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، وضعف حديث ثلاث سكتات. ولكن في المساله خلاف بين اهل العلم، فاذا كان للامام سكتات في سكته يقرا فيها الفاتحه، ما في سكتات فهنا هيبقى في متى يقرا الماموم الفاتحه في هذه الحاله. البعض يرى انه يقراها مع الامام، يعني كلما قرا الامام ايه يقرا معه، والبعض يرى انه لا، يستمع للفاتحه ثم يشرع الماموم في قراءه الفاتحه حتى لو بدا الامام في الصوره فيقرا. وهذه المنازعه لا تضر، وتكون مخصوصه من عموم الاحاديث. نسأل الله عز وجل القبول والتيسير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة وفي وقتها، أمين يا رب العالمين. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. لو سمحت يا شيخ، العادة الشهرية كانت متعودة بتجيني على طول، تقعد عليا مثلا 7 أيام أو 8 أيام، وممكن في 9 الصبح أطر منها، لأن بتقعد 5 أيام دم، وتقعد القدرة والصفرة يومين أو 3 أيام. فطبعا الدم استمر معايا دلوقتي لحد يوم 9 لحد يوم 8، ويدوبك القدره والصفره النهارده يعني وكده، البني والصفره. فاعمل ايه؟ اختسف برضه عادي بكره الصبح واصلي، ولا استنى اما استنى تظهر القصه البيضاء؟ بس انا متعوده يعني ان هي تقعد عليا لحد يوم 9 الصبح. خلاص واضح يا ام احمد، الله يرضى عنك. حاضر، في امان الله. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أم حفص عندها صفحة على الفيس، ويبدو أن هي بتفرغ الحلقات والبرامج الخاصة سواء هنا أو في القنوات الأخرى، جزاها الله خيرا، نسأل الله عز وجل قبول. في بعض الناس يدخلون ويفعلون أشياء لا تليق، هي تحذرهم وتحذر الناس منهم. بعض الأخوات قالت لها لا، ده فضيحة، وأنت كده تنشرين الرذيلة، وبعض الناس يحبون مثل هذه الأمور، فماذا تفعل شيخي الكريم؟ والله يعني جزا الله خيرا الجميع، يعني كل يريد الخير. انا رايي مع الاخت اللي هي بتقول لا، يعني احذرهم فقط، لا داعي للتحذير الا اذا كان يعني هو ناس معروفين، يبقى لا تحذير لاشخاص معينين. لكن فعلا ان في بعض الناس لما تيجي تحذره يهوى هو في نفوس ضعيفه، يعني اذا حذرته من شيء يبقى اروح اشوف انا الشيء ده، فيبتدي هو يحاول يبحث عنه. فالصحيح انك خلاص تمنع الامر وينتهي، حتى لا يكون هناك مجال لاصحاب القلوب المريضه ان هم يبحثوا عن انت، يعني طالما الشر ما وصلش ليهم يبقى لا داعي للايه؟ للتحذير. اما من شاع فحشه وشاع امره، ده يحذر منه على رؤوس الخلائق. يعني مش مساله فضيحه ولا شيء، هي مساله فعلا عدم نشر الرذيله لمن هو ضعيف في قلبي. يعني نسأل الله العفو والعافية. آمين. زواج المسيار، هل هو زواج المتعة؟ فما يعني لا، زواج المتعة ده عند الشيعة، وهم وليه طبعا مخالفات شرعية كثيرة، لأن هذا ليس من شرع الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة، والمتعة بيبقى زواج على وقت وفي في في سفر او في حضر. ممكن يقول له مثلا يزوجها يوم، ساعه، شهر، وغير ذلك يعني. اما الزواج ده حكم الحرمه، ده طبعا حرام. حرام طبعا، الله عز وجل يعني الاصل في الزواج التأبيد. الاصل في الزواج التأبيد. نعم. زواج المسيار هو فيه تأبيد، لكن مش كل حالات زواج المسيار صحيحه. هو المسيار ان الزوجه بتتنازل عن بعض حقوقها. يعني كانت تتنازل عن النفقه، تتنازل عن مثل المبيت عندها او نحو ذلك، لكن تحققت فيه اركان وشروط. الولي والمهر والاعلان وكل شيء. لكن كل ما في الامر يعني ان هي ممكن رجل فقير فتقول له مثلا خلاص مش عايزه نفقه فتتنازل، او بعض النفقه،
او اذا كان متزوج زوجة ثانية مثلا بتسمح له ان ياتيها هي مثلا بالنهار، او بعض الايام ما تبقاش فيها يعني بتنازع عن بعض ايامها. لكن هذا الكلام كله لا يكون سرا. هو بقى دي المشكله، ان بعض الناس لما يفهم ان ممكن الزوجه تنازع عن بعض حقوقها فتذهب وتتزوج بالسر في السر. وطبعا هذا زواج السر لا يجوز، لان شرط الزواج الاعلان، فهي تذهب وتتزوج بالسر، يبقى لا ابوها عارف ولا امها عارفه، ولا اذا كانت ليها اولاد كبار مش عايزه تعرفهم، فزوج بالسر لا، هذا يعني هذا الزواج لا يجوز. وبعدين تروح تزوج نفسها من غير ولي، برضك هذا كله لا يجوز. انما يوم امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فما ينفعش المرأة تروح تزوج نفسها من خلف اهلها. لكن انت جاء زوج، يعني حتى بلاش نسميه بالسيارة، لو جاء زوج لامرأة ما وقال له انا الزوج قال للولي انا ظروفي مش هتسمح بكذا، وهو وافق ان مثلا يساعد في النفقه، او ان النفقه هتبقى على ابو الزوجه، وتنازل عن نفقه الزوج للزوجه، هذا هو المقصود، يعني ان في تنازل عن بعض الحقوق التي هي واجبه على الزوج على المراه، والمراه تملك هذا فلا ان تتنازل. لكن احنا نتعدى ذلك الى المخالفات الشرعيه. اولا هو زواج على التابيد بخلاف زواج المتعه، لو بقى يوم ويوم وليله والكلام ده كله. ثانيا هو زواج تحققت فيه جميع شروطه من حيث المهر والولي والشهود والإعلان، فهذا زواج صحيح. لكن إذا تعدى ذلك بقى لأمور أخرى، تزوج المرأة نفسها وتتزوج في السر وتروح تقابله في ليلة ولا مش عارف، هذا لا يجوز شرعا، والله أعلم. حتى مش ليست هذه الحكمة من الزواج. ما فيش حكمة في الزواج يعني، وسبحان الله. وفي الغالب مثل هذا اللي هي بتتنازل عن مش بتنازل عن الحقوق، بتروح تتجوز السر، ما بيهمهاش بقى الزوج ده يطلع ايه. وفي بعض الناس كمان بيروحوا يكتبوا الورق بينهم، وبيظنوا يعني ان مجرد تقرط على الورق بكده حصل طلاق، يعني بيجيبوا احكام هم من نفسهم كده، نسأل الله العافية يعني والعافية. تقطيع الورق لا هو اثبات زواج، ولا تقطيع بتاع الا اذا كان الزواج صحيح، يعني الزواج بالشروط الشرعية يبقى صحيح. وفي الحاله ديت مش تقطيع ورقه، الحاله دي لابد ان يكون هناك طلاق او خلع. يعني المسيار مش كله صح ومش نعم. كله غلط. وبعدين احنا بننصح برضه، طالما الكلام مع الهوى، احنا بننصح ان الاخوات النساء ان هي لا تلجا الى مساله الزواج اللي هو عند المحامي، لانه كتر اليوم دول، بل انها تثبت زواجها ثبوتا صحيحا. واللي بيعملوه حيلة عشان المعاشات اللي وده هي خطأ، معاش، وده يعني طبعا ده خطأ حرام. من كناحية شرعية خطأ، لأن هو شرط إن سيدنا أنس لما أوقف داره وجعل من شرط الوقف إن المردودة يعني من بناته، إذا واحدة طلقت ولا شيء، أنها ترجع هنا إلى هذا البيت وتعيش فيه وتجلس فيه غير مضرة ولا ضارة، فإن تزوجت خرجت فلا شيء عليها، يبقى ده شرط وشرط صحيح. فإذا كانت الحكومة بتعطي شرط إن هذا المعاش لمن ليس لها عائل، يبقى ما ينفعش إحنا نحتال على الشرط ويكون لها عائل، هو مسؤول عن النفقة عليها. ولما يتجوز يعني يريد أن يتزوج، يبقى يتزوج امرأة هو يستطيع أن ينفق عليها. صحيح. وربنا سبحانه حتى مع الزوجة الأولى يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاح، يبقى عايز يتجوز الثانية ومعهوش، يبقى يستعفف، معاك زوجة كفاية، يبقى استعفي عن الزوجة الثانية، ولا تتزوج إلا إذا كان عندك المقدرة المالية والبدنية على تحقيق مسألة الزواج الثاني. فغالبا بيحدث هذا الكلام، وبعدين بقى يكتب أوراق خارجية هي الحيلة ما وتضيع بتبقاش في الزواج الثاني، تضيع ده الحقوق. ده بعض الناس، وشيء يذكر، وهذه أسئلة وردت إلينا في البرنامج وفي غيره، يطلقها رسميا، يطلق زوجته الأولى رسميا ويتزوجها كما يقال عرفيا، عشان من أجل عشان أن نعم. ترد معاش أبيها أو ما شابه ذلك يعني. نعم، هذه طبعا هي لا يجوز الإنسان أنه يستحل ما لا يحل له، هذه أمور لا تليق لا لا وليست لا. مباحة يعني. نعم، محرم. جزاك الله خير. أخ برش. ناصر يسأل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يسأل عن معنى الآية. هذه الآية طبعا الله عز وجل يتكلم عن السحرة الذين يعني يضرون الناس بسحرهم، ولا شك ان السحر من اسباب الاذيه، لكن لابد ان يعني يعلم الانسان انه لن يقع ضرر
الا باذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الانسان يحصن نفسه بالتحصينات الشرعيه ينجيه الله سبحانه وتعالى، فلا يقع في هذا الكون، لا يتقدم الانسان ولا يتاخر الا باذن الله سبحانه وتعالى. لا يقع عليه نعماء ولا ضراء الا باذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس لما كان رضيفه: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، يعني هذا كله في مقادير الله سبحانه وتعالى. فالانسان يعني هو طبعا المطلوب منه انه يحذر الصحراء، لكن لابد ان يكون عنده يقين بالله سبحانه وتعالى انه لن يقع منهم اذى عليه الا اذا الله عز وجل شاء ذلك وقدر، فعندئذ يقع القدر، ولا يغني حذر من قدر كما يعني يروى عن بعض العلماء يعني. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ما نعم. معنى من وراء حجاب؟ هذه الآية في بالنسبة للنساء، إذا أرادت شيئا، إذا أراد الرجل منها شيئا أن يسألها من وراء حجاب، يعني حاجز أو حائل. فإن كانت في بيت يبقى الحائل هو الجدران، وإن كان في غير بيت يبقى الحجاب أن تتحجب المرأة. فالبعض أنه بيعتبر أن الحائل الجدران فقط، طب إذا كانت المرأة خارج البيت أو إذا كانت مواجهة لي تتعرى امامه يعني يعطيها؟ بعض الناس يقول لك هنا المفروض ان الحائل الجدار، ايوه ماشي الجدار هذا في الحائل اذا كان في جدار، واذا كان في بيت مثلا يبقى من خلف من وراء حجاب. الناس بتسخر من الايه، استغفر الله. لا يعني هم عايزين يتوصلوا، استاره يعني إيه؟ عايزين يتوصلوا. بعض الناس يتكلمون بهذه الطريقه، ربنا يهديهم. لا، السخرية بالقرآن طبعا يعني هذا من أسباب الردة والعياذ بالله، نسأل الله العفو. لكن إذا كان، وهذا من الأدلة اللي استدل بها العلماء على وجوب تحجب المرأة عن الرجال، فتتحجب المرأة بحيث أنه لا ينظر إليها ولا يراها ونحو ذلك. وطبعا الأدلة في ذلك هي كثيرة، وده القول الراجح، يعني المرأة لابد أن غض البصر نعم والنظر، يعني نعم. لا ينظر إليها ولا يطيل إليها النظر. وربنا علمها عندما تخرج من بيتها ولا، ويقول الله سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت المرأة يعني تضع الخمار خلفها، فقال الله: وليضربن بخمرهن على جيوب. الجيب هو فتحة الملابس، فتحة العنق، فيبقى تضع الخمار على جيبها. وقال: وليدنين عليهن من جلابيبهن. ابن مسعود وابن عباس فسروا الإدناء بتغطية الوجه، وأن لا تظهر إلا العين. والمقصود بالجلباب الرداء الذي فوق الثياب. قالت المرأة: تلبسه يعني متلفعات بمرتهن، كما قالت عائشة: تتلفع يعني تتلفف به. قلنا: النساء يخرجن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ويخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. متلفعة متلففة بالمرت اللي هو الكساء او الملاءه او الرداء، لا يعرفهن احد من الناس. وهذا كله يدل على انها كانت تغطي وجهها. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن. الزينه مواضع الزينه لا تظهرها امام الناس. الى ان قال: ولا يضربن بارجلهن. يعني ربنا بيعلمها خروجها من البيت كيف يكون، حتى انها مشيتها يعلمها انها ما تضربش برجليها عشان الخلخال. اذا كانت المراه تلبس خلخال يعمل رنين فينظر اليها الناس. الان بقى في كعب، هي مرة لابد ان تمشي مشيه لا يلتفت اليها فيها احد. نعم، نسال الله ان يستر نساءنا بسترهم جميعا. آمين. امين يا رب العالمين. اما طلاب معها ثلاثه اولاد وزوجها ينام في المسجد، هو يا دوبك بيجي يتغدى ويروح ينام تاني في المسجد، ما اعرفش ليه. فلو طلبت الطلاق منه للضرر فهل تاثم؟ يعني هي قالت في الاخر كان الضرر اللي هي بتتضرر بيه مش قادره على ثلاث اولاد. طب هي لو طلقها ما الاولاد معاها برضك. يعني هذا هو، اذا كان هذا هو الضرر من الطبيعي والمنطقي يعني ان هو يروح ينام في المسجد ويسيب اهله لا هذا من سوء العشره. هذا من سوء العشره، ان لازم الرجل يراعي يعني. ده بالعكس، ده هو قائد يعني. اذا كانت المراه يعني هتراعي الاولاد في شيء معين، لكن هو القائد، وربنا جعل له الولايه وجعل له القوامه. وقال الله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما كانش هو الذي يراعي هذا، يعني يروح ينام في المسجد ويترك بيته، هذا خطأ، هذا لا يجوز، وهذا لم ليس من فعل الصحابة ولا فعل التابعين ولا غيرهم. هذا كان هيروح وقت معين ويرجع، يعتكف في يوم ويرجع، لكن سنة وشهرين سايب بيته يروح شكل الغدا ده. لا مش اعتكاف، لا ده يعني ده هروب من المسؤولية وسوء عشرة. لكن إذا كانت المرأة متضررة من المعاشرة ونحو ذلك، بتتعرض للفتنة أنه يتركها ويبتعد عنها، لها أن تطلب الطلاق في ذلك، لها أن تطلب الطلاق وتخلص من هذا الإضرار، حتى يعني يمن الله عز وجل عليها بغيره. أسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين. لكن إذا كانت طبعا احنا بننصحها الأول هتتكلم معاه، يعني هو بيجي كل يوم الغد تتكلم معاه، أنت إزاي تسيب الأولاد وإزاي تسيب، طب الأولاد دول يعني تربوا إزاي؟ أنا ما نعرفش هل هو شغله في المسجد مثلا عامل، ولو شغله في المسجد ولو ما مش ممكن أبدا أن الواحد يسيب البيت، والبيت بس مجرد يروح يتغدى فيه مطعم يعني. أصلح الله بيوتنا وأصلحنا. الله أستاذ عادل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، في نعم الله. وصف ممعبد للنبي صلى الله عليه وسلم، صحة السند بتاعه عليه الصلاة والسلام. وصف ممعبد، سنده صحيح ولا ضعفه؟ والله ضعيف. جزاك الله خير. شكرا. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ عادل. نعم شيخنا الكريم، أم أحمد عندها لخبطة دلوقتي في العادة. أظن الأخ بتاع الآيات عنده آية كمان. آية تالتة، آه يبدو إن أنا ما لحقتش أكتبها ورا منها. اللي هي في قول الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان. نعم تفضل. النجوى طبعا هي إن الإنسان يتحدثه في السوق، او يتحدثوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كنتم ثلاثه فلا تناجى اثنان دون الثالث فان ذلك يحزنه. ودي اخذ منها العلماء قاعده ان الانسان لا يفعل اي شيء يحزن اخوه، يعني اذا كان هذا الحديث جاء في النجوى يتوشوشوا مع بعض والثالث واقف كده، هم ثلاثه، اذا كانوا ثلاثه لا يتناجى اثنان يتناجيان دون الثالث، دون الثالث لكن لو اربعه يحدث شيئا ما في نفسه نعم، فهذا يحزنه وممكن بيكلموا عليا نقول ايه طب والشيطان لكن لو كان اكثر من ذلك خلاص يبقى اثنين مع بعض، اثنين مع بعض الامور هتبقى سالكه يعني، لكن انه يتناجى اثنين وهم للثالث ده بيبقى فيها شيء في النفس يعني. لكن المهم في الحديث تعليل، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم علل الحديث فان ذلك يحزنه، يبقى اي شيء يحزن اخوه الانسان يبتعد عنه. انما الايه انما النجوى من الشيطان، هم كانوا يتناجون في ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعصيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني هم فاقدين ربنا لا يعلم بما انفسهم. فقال الله عز وجل انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا، برضك قال ايه؟ ليحزن الذين امنوا وما هم بضارين بهم شيء. اذا كانوا هم يتناجوا في إيذاء المسلمين فإنه لن يقع إيذاء يرضك إلا بإذن الله، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولكن هذه من صفات المنافقين طبعا، هذا لا يفعل المسلم أنه يتناجى في إيذاء أهل الإسلام، ولكن هذه كلها كانت من صفات الكفار والمنافقين أنهم كانوا يتناجوا سرا في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا دكتور عادل. الله يبارك. نعم، أم أحمد عندها لخبطة الشهريضة، هي يعني في الغالب إن هي 5 أيام وبعدين السادس والسابع ممكن على رأس اليوم الثامن أو التاسع تطهر وتغتسل وتبدأ الصلاة. الآن يمكن لحد الثامن الدم مستمر، هل تغتسل الآن أم تنتظر القصة البيضاء؟ المرأة قد يحدث عندها اضطراب إما لكبر وإما لإرهاق وإما يعني تفاعلات في جسمها وغير ذلك يعني، أو قلق نفسي. نعم، فالعبرة وجود الدم، العبرة في بعض لما بيضع اللولب عشان الحمل وكده بيزود المدة أيضا، فالعبرة بوجود الدم ليس العبرة بقلته، يعني زادت أو كانت هي بتجيلها في أول الشهر بقت في آخر الشهر، كانت 5 أيام زادت بقت 7 أيام، أو كانت 7 أيام بقت 5 أيام، فالعبرة بوجود دم. إذا في دم أو ما يلحقه طبعا هي بتقول السفرة قدرة، طبعا طالما ممتدة مع الدم يبقى لسه لم تهرج حتى ترى القصة البيضاء. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان النساء يذهبن إليها ومعهن القرصف، يعني فيها القطن
عشان تشوف هل انتهت الدورة. لا، بتقول لا تعجل حتى ترينا، أو حتى ترينا الإيه، القصة البيضاء. فلازم علامة الطول القصة البيضاء عند طبعا أكثر النساء. في بعض اللي بيكون مع علامة الجفاف، ودي قلة يعني، يبقى خلاص يبقى تمشي على كده يعني. نعم، جزاك الله هنقول خير. للأخت يعني اصبري حتى تظهر القصة البيضاء. وصف معبد للنبي صلى الله عليه وسلم، هل الحديث فيه صحيح؟ هو الحديث صحيح مشهور، ضعيف؟ هو الحديث مشهور لكن فيه ضعف. نعم. لكن هو العلماء في مسائل السيرة والحاجات دي يعني يتساهلوا فيها، لكن هو كحديث يعني هو كإسناد هو فيه ضعف. نعم. نعم. جزاك الله خير شيخنا الكريم. لو معانا اتصالات يا شباب جزاكم الله خير. السلام عليكم. نعم شيخنا الكريم، أسأل الله عز وجل أن نعم. يتقبل منا ومنكم صالح العمل. نعود إلى الصلاة. نعم. وأحكام طيب. الصلاة. تحدثنا طيب. عن النية. احنا طيب نريد أن نتحدث عن النية في الصلاة. نعم. نعم شيخي الكريم. طبعا النية تعتبر، بعض العلماء قالوا هي ركن، والبعض قالوا هي شرط من صحة الصلاة. والركن كما يقول أهل العلم يعني هي جزء من الصلاة يعني. والشرط أنه لابد أن يستمر إحضار النية في الصلاة كلها. الحافظ ابن حجر يعني قال قولا يجمع بين القولين، هي في اول الصلاة ركن، واستصحاب حكمها شرط. بمعنى انه ما ينفعش الانسان اثناء الصلاة يغير نيته. يعني اذا كان مثلا بيصلي العصر وبعدين افتقر على صلاة الظهر، فقال انا ايه اجعل هذه ظهرا ثم اصلي العصر، يبقى هنا لم يستصحب النية اللي هو بدأ بها، انما قطع، سميه قطع النية. فاذا قطع النية اثناء الصلاة بطل الصلاة، بطلت العصر وبطلت الظهر. يعني ما تنفعش الظهر. ليه؟ بطلت العصر لأنه لم يستصحب النية وجاء بمخالف ليها، ولا تصح الظهر لأنه شرط النية أن يأتي بها في أول الصلاة، وهو جاء بها أثناء الصلاة. فالنية قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. والنية التي تفرق بين العبادة والعادة، وتفرق بين الفريضة والنافلة. يعني إذا بس صلاة الصبح ركعتين، وسنة الصبح ركعتين، وكلهم بنفس الهيئات، لكن ما الذي فرق يعني هذين من هذين؟ هي النية، هي التي تفرق بأن دي صلاة فريضة ودي صلاة سنة. والنية محلها القلب. يعني مسألة الجهر بالنية هذه لا يتلفظ بها يعني. التلفظ بها دي من البدع. لأن يعني في ناس بتقول نويت أصلي الظهر ولا أو العصر أو المغرب جماعة خلف الإمام في المسجد مثلا يعني. هذا كله لا يجوز، ولم يثبت هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا عن الأئمة الأربعة ولا أحد. محلها القلب. نعم. وزيت الجنة يا دكتور. أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل. معلش كنت عايز أسأل عن صلاة المنفرد خلف الصف. لا، نرفع الصوت. صلاة المنفرد خلف الصف. خلف الصف. حاضر. لو ما فيش مكان في الصف الاولاني. ايوه مفهوم. ومعلش كنت عايز اسال، عايز رقم الدكتور ياسر النصر. الدكتور ياسر النصر رقم اظن مع الشباب في كنترول، فامان الله، ربنا يحفظك ويحفظه. نعم، معانا اتصال تاني. عبد الرحمن السلام عليكم. طب يا ريت ما نطولش على الناس. نعم شيخي كريم، استاذ عبد الرحمن يتحدث عن صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يكن هناك مكان في الصف الذي أمامه. نعم، هو كده قيد السؤال بتاعه، إذا لم يكن هناك مكان. أما إذا كان هناك مكان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجلا يصلي خلف الصف فقال له أعد صلاة. فإذا كان يوجد مكان في الصف لابد أن الإنسان يعني يملأ الصف. أما إذا الصف مكتمل فهنا أقوال العلماء في ذلك، أصح الأقوال أنه يصلي منفردا. أما أنه يأخذ واحد، الحديث هل اشترط رجلا فأخذته بجانبه حديث ضعيف. في ناس بتتخض وتطلع من الصلاة. طبعا. وبعدين في ظلم، يعني كما قال الإمام الشوكاني، هذا في ظلم لمن يقف في الصف المتقدم، يعني لأن هو غير متقدم وربما يكون في الصف الأول، وربما كان من أولي الأحلام والنهى اللي هم بيبقوا خلف الإمام، فيجي هذا المتأخر المسبوق فيغزبه الى خلف. تاني حاجه ان يحدث خلل في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصله الله، ومن قاطع صفا
قطعه. قطعه الله، يبقى هذا قطع الصف يعني، ففي تحذير. وبعدين يعني يقف وحده في هذه الحاله، يقف وحده ولا شيء عليه، لانه يعني اتقوا الله ما استطعت، فهذا استطعت. لكن ان وجد فرجه في الصف لابد ان يصد هذه الفرجه، ما ينفعش يقف لوحده. جزاك الله خير، اسال الله القبول. ام خديجه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بك، تفضل. الله يبارك لك يا رب، ربنا يعزك يا رب. جزاك الله خير. لو سمحت، زوجي ممكن بيعمل شويه اخطاء او شويه عيوب كده بحسها فيه، ولما بقدم له النصيحه بكذا طريقه حتى بطرق غير مباشره بيزعل مني ويقول في مشاكل بيننا وكده. يعني ممكن انا يعني انا تعبت حتى لدرجه ان انا فكرت ان انا ما قدمتش نصيحه خالص، يبقى عليا وزر او ذنب؟ حاضر. طب سؤال ثاني لو سمحت. اتفضلي. ربنا قدر لي ان انا احج السنه دي الحمد لله، بس انا لما كنت راكبه الطياره وجا عند الميقات انا منتقبه فما حاولتش ان انا البس النقاب بطريقه الاحرام، فلبسته عن طريق النقب العينيه، فعينيه كانت باينه. عن طريق ايه؟ يعني لبست النقاب يعني. كما يلبس يعني؟ كما يلبس اي بالطبيعي العادي بتاعي يعني. طيب. بس اما هو لبسته بالطريقه بتاعتي اللي هي عينيه باينه. ايوه واضح. زوجي طلب مني كده قال لي في ضروره معينه ما تلبسيش دلوقتي، ما تحرميش دلوقتي، بس انا احرمت بالنيه. هل انا يعني هل انا عليا وزر؟ انا صمت 3 ايام هناك في لما كنت في مكه على اساس ان انا كنت شاكه وخايفه وكده يعني، هل انا عليا وزر ولا ايه؟ مش عارفه، بس انا صمت هناك في مكه 3 ايام. حاضر. في امان الله. حاضر في امان. شيخي كريم، اسال الله عز وجل القبول. سؤال الاخت ام خديجه، زوجها ومن منا بلا اخطاء احيانا بيعمل شويه اخطاء، عندما تنصحه يغضب ويزعل، فهل تنتهي عن النصيحه وعن نصحه شيخي كريم؟ لا، هي ممكن تجعل بس اوقات النصيحه متباعده شويه، او تختار الاوقات والنصيحه المباشره مزعجه سواء عند الرجل او عند المراه. نعم، يبقى يعني تبقى النصيحه يعني تقدم في صوره جيده، وهي بتبقى هي دي بتبقى عمليه بس يعني لباقه يعني من في التعامل. ممكن الوقت المناسب كذلك اللي ممكن تقدم فيه النصيحه، ما تبقاش النصيحه بصوره تعيير. يعني انا قلت لك كذا وشوف حصل ايه يعني الكلام ده كله. تبين له ان هي يعني تقول له هذه النصيحه لانها مشفقه عليه، ولا انها يعني تريد يعني ان ربنا يرضى عنا وعشان اولادنا يعني بين الحاجات اللي هو يعني تكون سبب للتاثير والقبول لهذه النصيحه. فان شاء الله تعالى يعني لا اسم عليها، لكن بس ما تتوقفش على النصيحه، لا تتوقف، اديله النصيحه. يعني اديله النصيحه. جزاك الله خير يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا امه الله، تفضل. لو سمعت عندي سؤالين. اتفضلي يا فندم. السؤال الاول، لما يكون واحد بيصلي وهو قاعد يسجد على الارض ولا ما يسجدش على الارض؟ طب هو هل يتمكن من الجلوس على الارض او السجود؟ هو تعبان، ما كنت تعبان مثلا وبيصلي يعني يسجد ولا ما يسجدش على الارض؟ يعني يستطيع ماشي. يستطيع السجود ام لا يستطيع؟ ايوه يستطيع السجود. حاضر، هو يستطيع. السؤال الثاني لو سمحت، اثناء الاكل ينفع الكلام ولا غلط ولا في ذنب؟ الكلام والحديث اثناء الطعام. حاضر، حكمه ايه؟ طب لو سمحت كمان سؤال يا شيخ احمد. اتفضلي. احنا عندنا منطقه ارياف وكده، فجينا طلبنا ان احنا نصلي العيد مع الرجال يعني، ما رضوش، قال لك كل واحد يصلي في بيته. يعني مصلى نساء، مصلى العيد ما فيهاش مكان مخصص للنساء؟ هو جامع وفي شقه فوق فاضيه، وطلبنا منهم حتى ان احنا نصلي في الشقه اللي فوق الجامع، ما حدش رضى. وقيل لكنا ان تصلينا في البيت يعني. ايوه يا شيخ. حاضر، فامان الله يا امه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي وحبيبي، اختنا ام خديجه حجت الحمد لله هذا العام، وتحدثت عن مساله النقاب، وزوجها قال لها لا تحرمي الان، هي ارتدت النقاب كما يرتدى بالطريقه العاديه، وصامت 3 ايام هناك. لا تحرمي يعني لا تلبسي، احرمت بالنيه. احرمت بالنيه. لكن لا تحرمي، انا فهمت لا تحرمي يعني ما تلبسيش النقاب فوق الراس. هي ارتدت النقاب ايا كان وصامت 3 ايام هناك. وعلى كل حال، اذا كان ما الصيام هو لانها كانت متمتعه،
اذا كان الصيام لتمتعها يبقى لسه عليها سبعة ايام، دي ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعت. لكن هي صامت لانها لبست النقاب يبقى خلاص بالنسبة لمسألة النقاب انتهى الامر يعني. لان اذا لم تحرم ولبست، اذا احرمت ولبست النقاب او الرجل لبس الملابس المخيطة مثلا، يبقى في هذه الحالة عليك فدية صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين، كل مسكين نص ساعة، او ذبح ذبيحة. يعني معلش حاجة للثلاث ايام بس؟ اختيار على الاختيار، اختار اي واحدة من الثلاثة دول، اما ان تصوم ثلاث ايام اذا كانت هي صامت ثلاث ايام لهذا السبب، لهذا السبب ما قلتش السبب الثاني، اذا صامت لهذا السبب خلاص لا شيء عليها، لا شيء عليها. اسال الله القبول يا اختنا. زوجي طلب مني انتهينا من الصيام وصامت ثلاث ايام. امة الله تسال عن من يصلي وهو جالس، فهل يسجد على الارض؟ وقالت انه عنده القدره على السجود. نعم شيخ. وهنا المساله بالنسبه للمريض يعني بيأخذ بحكم الايه، فاتقوا الله ما استطعتم. اذا كان لا يستطيع القيام صلى وهو جالس، لكن هو يستطيع الركوع والسجود يبقى يركع ويسجد. فاذا كان يستطيع ان يسجد على الارض يسجد على الارض. وفي البعض يقول إماء في كله، لكن الصحيح أنه إذا كان له قدرة على السجود على الأرض فإنه يجب عليه أن يسجد ولا يخفيه أنه هو يومئ. نعم نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم. في أخي بيسلم على حضرتك. عليك وعليك السلام. ويقول لك أخوك المحب أحمد مسلم أبو حمزة، ربنا يبارك فيه. يا رب يبارك في حضرتك. السلام. أظن أنه سامعك دلوقتي ويشاهدنا. ربنا يبارك. وهذه أمانك وأصلناها. سلمك الله. الحمد لله. بارك الله فيك. أنت وهو المسلمين. آمين جميعا. السلام عليكم. أم محمد. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أم محمد تفضل. الله يسامحك يا رب. وإياك. لو سمحت يا شيخ أنا عايز بس أسأل سؤال. نعم. أني وجوزي جوزي بيمسك كتاب كتيره وكده، وكل مره حضرتك وزوجك ايه يا فندم مش سامع كويس، بتقول ايه؟ جوزي ما بيه؟ جوزي اتحرك كم مره في كلمه كده. تمام. زوجها ما بيه يا شيخنا سامعنا؟ ممكن تغير المكان اللي حضرتك واقف فيه يا ابو محمد؟ معايا؟ زوجك ماله؟ بقول زوجي اتحرك كم مره من زمان. اتحبس. ربنا يعافيكي ويعافيه ويعافينا جميعا. اتفضل يا رب. طيب انا وقفت جنبه كتير يعني، ان اخدت من قوت عياله وبشتغل وبشتغل انا وعياله يا رب يبارك فيك، واخدت من قوت عياله وطلعته كذا مره وما اتعلمش. وبيتحبس بسبب معاملات ماديه مش كده؟ ام محمد السلام عليكم. ما اتعلمش. فيبدو ان السؤال يعني ان الاتصال مش معانا، تكمل معاه وتقف جنبه تاني ولا ما تقفش جنبه تاني؟ لو اللي انا فهمت غلط اتصلي تاني وصححي هذا الفهم يا اختنا. الكلام والحديث اثناء الطعام شيخ الكريم ما حكمه؟ لا باس بذلك يعني، فيش اي حاجه تمنع من النهي عن الاكل الكلام اثناء الطعام والشراب، فالامر فيه جائز. بس يبلع الاول الاصل الاصل الاباحه. الانسان لا يضرش نفسه يعني، لكنه من ناحيه الناحيه الشرعيه انه لا ليس هناك ما يمنع. وفعلا في حديث تحدثوا عن لا هذا لا يصح ايضا. انا ما قلتش حديث عشان حضرتك فهمتني بس الناس ما فهمتنيش. تحدثوا عن ولو بثمن اسلحتكم على الطعام يعني، قول اي حاجه اتكلم يعني. وفي ناس بتقول عشان يعرف يهضم لا مش بياكل في صمت شديد. هو الامر على الاباحه، والامور الاباحه يستوي فيها الطرفين يعني. روح اكل وهو ساكت اكله صحيح. في ناس ولو كان وهو بيتكلم تفرغ القلب والذهن اثناء الطعام عشان تركز سكوت اني اكل عشان تركز. مسألة بقى اللي بيقول لا سلام ولا كلام على الطعام، مش بيقولوا كده لا سلام على الطعام؟ هذا برضك لا يصح، هذا لم يرد. بالعكس ده كده بخالف للسنه يعني. الانسان اذا دخل على قوم وهم يسلم يقول السلام عليكم. عموما اي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم. فاذا كان انتهى الى المجلس وهم ياكلون يسلم. جزاك الله خير. نعم. الاخوات في القريه اللي هم عايشين فيها طلبنا صلاه العيد من يعني تصلين صلاه العيد مع الرجال، فابى الرجال وقيل لهن ان يصلين في البيت. للاسف هذا من الاخطاء البردك الشديده في القرى والارياف. هم اصلا المساجد ما بتتعملش مخلي النساء، القصر عندهم شقه بيصلوا فيها.
يعني تجد لغايه عهد قريب تجد المسجد متعمل، واذا عملوا مسجد مكان للنساء ما يعملوش فيه دوره ميه. نعم. وكان النساء دول مش محسوبين في مساله، مش مامورات بعباده ولا شيء. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يخرج، ازاي هم يعني بيعكسوا امر النبي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يخرجن الحيض وذات الحضور والعواتق وحتى يصلن العيد. وحتى قالت احداهن يا رسول الله احدانا لا تجد جلباب، جلباب اللي هي الملاءة يعني. يا الله. فقالت لتلبس اختها من جلبابها، يعني تستعير عشان تخرج لصلاه العيد، وهم يمنعوا هذا. يعني هذا العيد يعني اهم شيء في الاجتماع هو العيد الاجتماع، يعني بعد كده بقى الفصح والحاجات دي كلها دي تابعه، لكن الاصل اجتماع العيد، ان يجتمع الناس كده وتظهر فرحه الاجتماع. كصلاه الجمعه، الجمعه عيد فيجتمع فيه الناس، وصلاه العيد يجتمع فيه الناس. فهو يعني بننصح اخواننا الرجال يعني لا يكرروا هذا الشرط او هذا التصرف مع النساء. وعليهم ان يتقوا الله في النساء. يتقوا الله، يتركوا النساء يخرجن الى صلاه العيد كما امرهن النبي عليه الصلاه والسلام. طب هل ده في نوع من انواع الجفاء وعدم حسن المعامله مع النساء؟ استوصوا بالنساء خيرا كما لا شك. ما هو بعد كده ان امنعهن من صلاه العيد؟ لا، ده الرسول قال لا تمنعوا، طبعا في ظلم عليهم. ده الرسول قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. يعني المراه اذا تخرج الى المسجد لا يجوز للرجل ان يمنعها، اذا ارادت ان تخرج للصلاه في المسجد لا يجوز لها ان يمنعها. فكيف في صلاه العيد اللي امر النبي عليه الصلاه والسلام؟ حتى بهذا مما استدل به بعض اهل العلم على وجوب صلاه العيد، لان اذا كان الرسول يامر النساء حتى الحائط تخرج، اللي مش هتصلي بس لازم تشهد الصلاه اجتماع الناس. هنا لازم بمعنى الوجوب ولا يستحب في حقها؟ هو الجمهور قالوا يستحب للعموم مش المراه بس، النساء والرجال قالوا هذا، قالوا على سبيل الاستحباب. لكن انا بقول بعض اهل العلم استدل بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد وليس على النصوص فقط يعني. نعم شيخي الكريم دكتور عادل، متعك الله بالصحة والعافية. السؤال الأخير، أم محمد تقول زوجي حبس أكثر من مرة، ويبدو أنها كانت تستقطع من قوتها وقوت أولادها لتقف بجوار زوجها وهو يعني ما انتهى. هي ما كملتش سؤالها، لكن هكذا فهمت. يعني يبدو من السؤال أنها يعني بتسأل هل بعد كده يعني تقف بجانبي ولا لا. والله يعني اهم حاجه طبعا النصيحه، يعني كونه يتكرر منه الذهاب الى السجن، يعني اكيد في حاجه خطا. يعني في ناس ما بتخش السجن خالص، وفي ناس بيخش مره ويعني لا، هو كاتب شيكات، لو انا ما اعرفش هو عمل ايه، معاملات تجاريه بياخد فلوس الناس. يعني لازم الانسان يتعلم، يعني هو السجن يعني هو يعني هيتعود على كده وبعدين يعني الافضل ان المراه، فهو مطلوب النصيحه تقف بجوار زوجها. اذا كان السبب يعني السبب هو يعني بيسعى لعمل يعني عشان ينفق على بيته وكده وتعصر، تقف جنبي. اما اذا كان بقى بيبيع حشيش مثلا ولا ما نعرفش السبب ايه، يعني ما بكملش سؤالها. نعم، لكن على حسب السبب بنقدر نقول لها انها تقدر تستطيع يعني ان تقف بجانبه او انها نعم يعني شيخي تطرق. وحبيبي فضيلة الدكتور عادل عزازي، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، أسأل الله عز وجل القبول. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، إن شاء الله تعالى الليلة مع الدكتور متولي البراجيلي حفظكم الله وحفظ الله من كل مكروه. طبعا بنبارك للدكتور متولي أنه حصل على الدكتوراه، بارك الله فيه. أسأل الله القبول وأن ينفع بك وبه وأن ينفع بجميع علمائنا ومشايخنا. وللمرة الثالثة مبارك الدكتوراه دكتور متولي البراجيلي، وإن شاء الله الليلة إذا كان في العمر بقية نبارك لك وأنت معي إن شاء الله تعالى. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.